تمام، حياكم الله في إيفنتنا الثاني بـ Accessibility Kuwait. اليوم راح نتكلم عن Screen Reader Testing لبعض التطبيقات الإلكترونية. معاكم دكتورة زينب المعراج وفريق Usability Testing، أعرفكم فيهم بعد شوي. الإيفنت sponsored by Tech Connect، والكوميونيتي بارتنرز هما Google Developer Group Kuwait و Arab Women in Computing and Women Tech Makers Kuwait. وإن شاء الله نتعرف على الأقل أشياء بسيطة عن الموضوع، ويكون يدور بيننا حوار عقب ما يصير في ديمو. وأي سؤال عندكم please keep it until we finish demoing. راح نحاول نحط الترانسليشن والكابشنز بالعربي والإنجليزي على اليوتيوب بعد ما نخلص الحلقة، وبإذن الله تقدرون تنشرونه للأشخاص المهتمين. إذا كان في أي مشكلة please write في الشات وراح أحاول أجاوب عليكم. نتمنى أن الكل يكون respectful ويحترم الجميع وآرائهم. وإن شاء الله I'll share the YouTube video بعد بالشات قريبا. فأذكر الحضور ونفسي عن الobjectives والأهداف للجروب. هدفنا في إنشاء هذه المجموعة هي نشر الوعي بإمكانية الوصول وكل ما يتعلق بتعزيز تجربة المستخدم. نقدر نناقش أحدث مواضيع تكنولوجيا، advances في المجال من التصميم، من user interface design و user experience، وسهولة الاستخدام والaccessibility نفسها اللي هي النفاذ أو الإتاحة أو إمكانية الوصول، فتترجم إلى الآن في كذا نوع من الترجمة، والمعنى نفسها واحد إن شاء الله. Alright، اليوم شنو راح نسوي؟ راح نتكلم أول شيء عن قارئ الشاشة وشنو هو. راح أعرفكم على فريق تجربة المستخدم اللي معانا اليوم. بعدين راح أبين أمثلة، هما راح يبينون أمثلة عملية كل واحد فيهم مسوي لنا ديمو، راح يرد على أجوبتكم إذا عندكم. وعلى النهاية راح نتكلم عن مشاكل الشاسعة أو الشائعة اللي راح نشوفها أكثر شيء يواجهونها اليوزرز مال السكرين ريدر أو قارئ الشاشة. وإذا أنتوا كنتوا تستخدمون applications أو عندكم شركات فيها applications أو websites، شلون تقدرون تشيكون حق نفسكم أو تتأكدون إنه سهل الاستخدام للجميع. أول شيء شنو هو قارئ الشاشة؟ إذا بنقول تعريف، قارئ الشاشة عبارة عن تقنية مساعدة أو تكنولوجيا مساعدة يستخدمها الشخص بشكل أساسي اللي هو عنده ضعف حاد بالنظر أو يعاني من إعاقات بصرية حادة أو total blindness ممكن نقول، أو تدرج المشاكل البصرية. ممكن تكون أمراض فيزيولوجية داخل العين تأثر على طريقة نظرهم إلى السكرين. طبعاً في طرق ثانية نشوف فيها السكرين مثل controlling the brightness and contrast، بس اليوم راح نتكلم بشكل محدد خاص في بس القارئ الشاشة والمستخدمين اللي قاعد يستخدمونها والمشاكل اللي يواجهونها. طبعاً قارئ الشاشة شنو يسوي؟ إذا شغلت على تليفوني أو على جهاز الكمبيوتر يقوم بتحويل النص اللي يقرأ، ويبدأ يقرأ من اليسار لليمين أو اليمين لليسار على حسب اللغة، ويحول هذا النص إلى إما صوت عشان نسمعه كلام، أو إلى أحرف بريل ممكن يستخدمها أو يقدر يقراها الشخص المستخدم. أشكالهم شلون؟ فعندنا هنا على الشاشة ثلاث صور، واحدة فيهم صورة فيها الريدر، السكرين ريدر مثل الكيبورد،
extended keyboard، ألصقها على الكيبورد العادي، يقرأ للشاشة، والشخص اللي يستخدم الكيبورد ممكن يقرأ البريل اللي يتحول من تحت، وهم يكتب ويدخل معلومات من خلال هذه الشاشة. الصورتين الثانيين، واحدة فيهم شخص لابس هيدفون، فمعناته قاعد يسمع شنو قاعد ينطق قارئ الشاشة من السكرين، واللي تحت يبين لنا أنه مو شرط بس يكون استخدامنا لقارئ الشاشة على الديسكتوب، ممكن يكون على الموبايل. فمثل الديموز اللي راح نشوفهم اليوم، أغلب الديموز على الموبايل خصوصاً الآيفون. أوكي. فالفريق اللي عندنا اليوم هما أحمد البحر، محمد خالد، محمد العوفي، راشد شفيع، وعندنا بعد مثل تحط الاسم فواز عبد الرحمن. هما جهزوا معانا different applications راح نشوفهم. نبدأ في محمد خالد على الموبايل، يبين لنا طريقة استخدامه حق two applications، واحدة فيهم سلطان سنتر والثانية توصيل. أوكي. Hello everyone. Today I'm going to talk about two shopping apps that are popular here in Kuwait. Okay, those two apps are Sultan Center and Telsi. Okay. Great, Sultan Center. So let's get started. Sultan Center, the app is not accessible for me. I can use it, but it's really hard for me to use it. So let me show you how it works. Stop now button, logo button. Now I'm in the home tab. Okay. Stop now button, logo button. Search for your desired item. Text field. Search for your desired item. Okay. There is a search here. Okay. What door? Sign. Okay. There is an unlabeled button here. Button. Also unlabeled button. And what is that? Delivering to. Okay, delivering to. Delivering to. Button. Airplane. Button. Earliest delivery. Earliest delivery. Jabber Alamid. Osma Governorate. Jabber Alam. Mon. 10. Weekly deals. Mon. 10 a negative 1 p.m. Weekly deals. Okay, let me see. Weekly deals. Imported for you. Maglo Organic Smooth Peanut Butter. 375 g.m. KWD 2.750. Skippy Peanut Butter. 425 g.m. KWD 1.390. Whole Earth Original Crunchy Peanut Butter. 227 g. KWD 65%. So it told me multiple items, but I don't know which one should I choose, because those items are in the same tab. So if I want, for example, to choose an item, a specific item, 60%. I swipe right here. View all button. It says view all. Imported for you. View all. Imported for view all button. So I can't navigate. Let me scroll down. Page 2 of 4. Stop now button. Unpronounceable. Stop now button. Now it says shop now and unpronounceable. I don't know what is that exactly. Maybe it's an ad or something, an advertisement. I'm not sure though. Okay. So let me try to browse through categories. So maybe I can choose something to add it to the cart. Categories tab 2 of 5. Categories. Shop now. Unpronounced. Verdict. Anti-cop. KW. 1800 GM. Button. Favorites. Button. Anti-cart. KWD 7. KWD 84 pieces. Pamper size 5 junior pants. Tab bar. Shop now. Back new. Button. Back new. Look. Search for your desired. Fresh food. Fresh food. Fruits and vegetables. Fresh meat and seafood. Dairy and eggs. Cheese and cream. Delicatessen. Sandwiches, juice and fresh salads. Bakery. Offer. Milk. Unpronounceable. Tab bar. Hope. Scream or do. Two of unpronounceable. Shop now. Back new. Search for your milk. Eggs. Laban. Yogurt and labna. Butter and margarine.
Explore items. Yogurt and Latna. Offer. 100. Shop now. Button. Shop now. Button. See, it's telling me shop now. I don't know what is that. It's interrupting. Unpronounceable. Add to cart. KW 170. Almoray yogurt low fat. Okay. Offer. Unpronounceable. Tab off. 0. Add to. Button. Add to. KW 4x200 GM. Almoray burger cheese slice. Save. Button. Sub. Back. Search for. Shared. Favorites. Almoray. Almoray yogurt low fat. KW. Selected. Description. KWD 0.110/170 GM. Selected. Description. Specification. Almoray yogurt low fat 170 GM. View all. Button. Almoray yogurt low. View all. Almoray yogurt low fat 100. View all. Button. You may view all. Share. Favorite. Almoray. Almoray. KW. Select. Specify. Almoray. View all. Almoray yogurt low fat 170 GM. Sultan Center. To navigate to this app, let me show you the other app, which is better in my opinion. And it's better in terms of accessibility. It's not the best, but it's really good. I mean, it's usable. Shopping. So, Tafaha. Tonai Meal. Still see. Tonai Meal. So this cart is- button. Cart. Zero items. Didn't. Button. Cart is empty. Button. 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 Electronics. Button. Back. Button. Cart icon. Button. Mid-month offers. Mid-month offer. Camp. Keep. Page 204. Cart icon. Text field. Okay. Search all departments. Page 404. Adjust. Heaters. Camping. Mid-month offers. Mid-month offers. Groceries, delicious food. Beverages, refreshing. Makeup and fragrance. Fresh. Chocolate and candy. Electronics. So I can browse through the categories. And can use them very comfortably. So let me choose, for example, electronics. Text field. 50% off. Google third generation Chromecast, black. KD 19.99. 30% smart shoes washing machine 4.5 kilograms, blue. KD's 17% off. Black and Decker 1480W bagless multi cyclonic canister vacuum cleaner 1. KD 20 Sumo 400W Turkish coffee machine maker 4 cups, black. For example, click on this thing. Sumo. Button. Back. Coffee maker. Copy link. Play. Watch on YouTube. Link. KD. Stepper minus. KD 14.9. 1. Step. KD 10.9. Wanted. Buy now. Add quick list. Button. 1 year warranty. Shoe weight. Share this item. Details. Sumo 400W Turkish coffee machine. Soup. Read more. So read more details about it. Sumo 400W Turkish text feed, back button. Sumo 400W Turkish coffee machine maker 4 cups, black SCM 13, like the perfect foil, quality lies in the details. Sumo coffee maker blends thoughtful design and reliability for rich, bold coffee in the comfort of your home. The streamlined design and sleek finish allow this special coffee maker to be the perfect complement to any contemporary kitchen. Once the familiar aroma of freshly ground, boiling coffee fills your kitchen. Discover rich, fresh, back button. So, no. Back button. Instant button. Button. Back. To my cards. Button. In. With it. Skip. Avail. Twit. Foot. Copy. Play. What? One. Step. K. Quantity. By now. Maria. By now. One. Okay, perfect. Add it to my cards. Back. Button. Back. Vehicle. Button. Button. Back. Button. Button. Back. Okay. Button. Card. Not. Mid-month offer. Camping. Search for my cart icon. Text field. Favorites. Text search. Brand of. Delete. Perfumes. F. Z. G. G. Y. U. U. E. E. R. R. L. L. Q. A. A. To done. Button. I. I. N. N. Search. Search. Guerlain.
Tech, KD30, Garilon L synthetic Garilon for women, EDP 100, K, quantity, at 20 for Garilon L synthetic Garilon for home for him, Eastern Daylight Time 100, KD, stepper minus, KD18. Step 1, stepper plot, quantity, add to cart. 1. So, back white icon button. Back white text field button. Text field. Cut button. Menu button. Text field. Cart icon. Cart icon. What cart? 1x Garilon L instant to Garilon for home for him Eastern Daylight Time. 1 cart. 1x Sumo 400W Turkish coffee machine maker. 4 cups black. Checkout. Continue. KD28 grand total. KD28.9. So that's it. Thank you everyone for watching. I hope you enjoyed this. Control center. Airplane. Cellular dip. Alright, شكراً محمد خالد محمد على التوضيح والإكزامبل اللي حطيته اللي هو وضح لنا شلون استخدام السلطان سنتر آب والتوصيل. طبعاً اللي موجودين ممكن يسألون من زين شنو اللي سواه بالضبط. فكل التيم الموجودين هنا ويانا are legally blind, means they cannot see the screen or they have very limited vision to be able to use the screen. So they are fully screen reader users. يعني ما نستخدمون أي شيء غير قارئ الشاشة للوصول للمعلومة. فمثل ما شفتوا أول آب سلطان سنتر كان في كذا مكان تنرفز محمد بالأخير قال ما أقدر ما أعرف شلون أوصل حق يعني أحطه في الكارت مالي وأنهى التجربة مالته ورانا شلون أسهل في التطبيق الثاني. فراح نشوف نفس الشيء متكرر applications ثانية مع اللي وراء Hello everyone. محمد العوفي وتجربته مع STC Saudi Arabia اللي بحب أدي الحين. السلام عليكم، معكم محمد العوفي. عندي لكم اليوم دمو لتطبيق مع STC. تطبيق مع STC وتطبيق شركة الصوت السعودية STC. تقدر يعني تطلع على كل شيء يخص قامك ماخذها منهم. تقدر يعني تستعلم فواتير ذلك. عندهم أيضا متجر تقدر تطلب منها أشياء. اليوم اللي حستعرض مشكلة تصير مثل STC. مثلا الآن طبعا فاتح على صفحة المتجر في تطبيقها. لو نقول مثلا باخذ مثلا مشتري ايفون جديد. لو نمشي مثلا number هذا تطلب رقم جديد. Button. Transfer to STC. Voice and data sim. New baby internet. Vouchers and cards. See all. Button. هم عندهم أشياء كثير مو بس أجهزة تقدر تقوم مثلا. STC cards. STC. Google Play. STC cards اللي يكون شحن Google Play. شاهد. New arrivals. New arrivals هذه الأشياء اللي تقدر تقوم بها. بس احنا ما علينا من هذا كله. احنا انا عارف ان الايفون الموجود هنا انا 900 تيل سمارت فون سي او من ابل ايفون 13 برو ماكس. اوكي هذا الايفون 13 برو ماكس من شين واحده فروم 5421.5 سي ار يبون يبدا من 5421 مضبوط عليه. ايكونز كلوز بيربل بات ايفون 13 شير ايكون بيربل سبيشال بندل iPhone 13 Pro Max. How will it special bundle? A15 Bionic standalone. Here are hot options. You will standalone from 5,421.5 SR. هذا standalone من 5,421. ريال يعني. اللي هو الآيفون يعني يكون ما معه شيء يكون الوحدة. آيفون جهاز فقط. With clear case. With clear case هذا واحد ثاني نفس الآيفون بس يجي معه كيس. From 5,603.24 SR.
يبدأ من 5600 شوي. طبعاً حاطط كل واحد اللي هو الشارج from 5000 capacity. Capacity تختار الساعة 528 GB. 7771.5 SR. Cash price. طبعاً تختار أول شيء الساعة. أنا خل نفترض مثلاً إني أحتاج 500 GB. 256 GB. Here you get capacity. 100 GB. 6,801 GB. Cash price. أقول لك cash price 6,851.50 SR. 6,151 هذا لو تدفع cash. Buy now button. Or 7,222 SR on contract. أو 7,000. Or 7,222 SR on contract. 7,222 يعني إذا كنت تحتاج الباقة. 6,851. 6,800 buy now. أنا أختار بدون عقد حتى cash. Now. How would you like to collect your device? Choose the option that fits you best. أنا هنا مشكلتي دائما تصير واللي تخليني أوقف اللي هو مثلا عندي الآن عدة خيارات أساس إنه يقول لي أنت اختار كيف تحب تحصل على الجهاز. Branch pickup. Branch pickup هذا إنك تأخذ من الفرع. Device delivery. Device delivery إنه يوصلوا لك الجهاز. Give the device. Give the device هذا إنه توصل هدية أنت جهاز لشخص معين. Branch pick up. ونضغط على branch pick up. شوف. Branch pick up. ما يصير شيء. ما أعرف إذا هل في رسالة يعني تصير مثلا في الفويس اوفر يعني ما يقدر يشوف الفويس اوفر نفسه أو في شيء بس عموما أنا كشخص استخدم فويس اوفر ما أدري لما أضغط على branch pick up ما يضغط. Branch pick up. بين عندي إنه ما يضغط. لكن لو أضغط على delivery device delivery على device delivery device delivery your device is not available for delivery device wish list and we will let you know once it gets available your device اللي أنت تطلبه مو مش متاح للdelivery تضيفه على الwish list وبعدين إن شاء الله add to wish list cancel لكن لو أضغط على cancel أنا محتاج من البرانش بيك لو مثلا مو موجود الفرع المفروض تطلع لي بالسعر نفس بس لما أنا أضغط على branch pick up ما قاعد branch pick up أضغط على gift device فتطلع لي خريطة ومن بعدها أقدر أختار المكان أنا كل ممكن تقدر بقى صراحة ما جربت إني يعني أسوي gift بس عموما هذا الخيارين هي البرانش بيك اب branch pick up والديفايس ديليفري device delivery اللي دائما نحتاجها branch pick up ما يشتغل غالبا يعني وما أعرف إيش المشكلة بالضبط هذه كانت المشكلة اللي تواجهني واللي يعني تخليني بعض المرات control center it's selected نعم يعني أفضل التطبيقات وإني أطلب الشيء اللي نحتاجه من متجر ثاني أوكي ممتاز شكرا محمد العوفي على الدمو ومثل ما شفنا يعني على الأخير يعني إحنا اللي يقدر يشوف الشاشة اللي كان استخدمها وصل لها أستاذ محمد وشاف المشكلة مالته أو صارت إعاقة عنده بالوصول أو عدم إمكانية وصول بالنسبة لنا كان مطفي اللون محمد فمفروض ما تقدر تشوفه ومفروض ما يطلع لك الأوبشن بالسكرين ريدر على أساس إنه مو موجود لك الخيار فعشان كذي ما كان يطلع للأسف فعادة تكون مشكلة عند البرمجة في طرق إنه ممكن نتغاضى نطق هال option حق القارئ الشاشة عشان ما ينطر يشوف شلون يقدر يوصل
الشخص لهذه الاوبشن او غيره. تمام. الديمو اللي وراء عندنا فواز عبد الرحمن مع طلبات. كيف فواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم الى هذا الاستعراض السريع. خلينا نقول لطلبات طلبات طلبات اكثر من مشكله طلبات في طلبات غنيه عن تعريف في قطاع توصيل الاطعمه التطبيق الشائع والرائد في هذا المجال. حاب نستعرض عده مشاكل. حاب اسوي شيء بسيط جدا ان اطلب أكلة أو خلينا نقول طلب أنا طلبته قبل حاب أن أطلبه مرة ثانية، بس شيء بسيط جدا من المفترض أن أقدر أسويه من الشاشة الرئيسية، إلا أن خلينا نشوف شنو يصير بسبب عدة مشاكل استعرضها. منها خلينا نقول زر اللي هو الأزرار اللي ما عليها تسميات نفس هاي أول في بداية التطبيق. delivering to 45-50% looping يعني إن يعني الفويس أوفر يشير بين مجموعة خيارات أو خيار واحد أو مجموعة خيارات. في هالحالة لازم نستكشف حول الشاشة. Dagush restaurant with an 83-50% looping أثرت. Rest menu search building map button. هني أكو هايزر مثلاً. هدوء تام. بعض الأماكن لازم تحرك 8 مرات عشان أوصل لشيء مسموع. صح تكون هدوء تام. ليش كذي؟ ما إذا خلنا معلنا من هاد يعني بعد هنكم نطوف. أكو هنا يقول لي previous orders. Order again. أو order again. This arrow forward button. Right arrow. This arrow forward right arrow يعني يقول زر سهم لليمين معلنا. Donor Master, September 6th, BD 3.300 to okay. items. Donor, I will ask these arrow forward button. Buttons. These, your orders. Your heading. Orders. Donor Master, delivered. September button. Button. Order details, vendor info, cell view, vendor logo, image view, image, logo, other, mast. طبعا نقول وايد اشياء ضمنهم من اللوجو وجريد يعني ما ندري شنو ذي. انا اتوقع المعلومات لكن خلينا نستكشف نشوف. اتحرك يمين. Button. Just your back now. فيها إما أزرار أو اسم طلب وحيد. إنزين معا. Back. في خيار ثاني اسمه past or 20 minute order. طبعاً من هنا يكون silence. هدوء. New all restaurants. View filter cafe free deliver rainbow talent don't past or but. Past orders. وصلنا past orders. إني من المفترض إن في آخر كم من طلب وفعلا موجود ولكن شلون طالع؟ Donor Master within 27 minutes. Turkish grills
Donor. Very good. Delivery. BD 0.500. Wingman. Within 5 minutes. Mexican. Wings. Very good. Delivery. BD 0.500. Jasmine. Within 22 minutes. And 450%. ثلاث طلبات قاعد يقرأهم في السطر واحد يمكن أكثر بعد لو خليته كلهم إنزين ما أقدر أختار واحد منهم إنزين خلنا نفترض إن أنا طقيتهم ما يخالف كلهم في سطر واحد خلينا نشوف يمكن يعطيني كلهم في سطر مختلفة إذا طقيت عليه خلينا نطق يعني أفتحه فتحته هيدين شوف شو الموضوع أول شيء قال هيدين يعني رأسية لكن ما الرأسية ما عليها أي عنوان ما عليها أي اسم ما ندري وين وصلنا ما عليه نشوف شنو في الشاشة packages slash design underscore system slash lib slash assets slash images slash these underscore arrow underscore back slash these underscore arrow underscore back svg image back اللي صار إن هو طبعا اللي قرأ الطويل هاي المسار الصورة اللي فيه كمبيوتر المبرمج حاط هالصورة من هالمسار اللي هو قاله في كمبيوتر الكمبيوتر المطور نفسه packages slash design underscore system slash lib slash assets slash image salami 514 vendor underscore info donor master Turkish grills donor info handwriting logo other sticky note قول بعد صورة بلان voiceover حاول نعطي وصف لكن التطبيق ما في شيء In 24 minutes, delivery fee, BD0 image, delivered with live track image, menu underscore tab, menu underscore categories underscore icon, image, selected, tab underscore item underscore most selling, tab underscore menu underscore item underscore activate default. اشوف ان انا اتوقع ان ودانا الدونر طبعا سحب على الوينز وسحب على جزميز أنا كنت أبطل وينز يعني لا ودانا على هني وأساساً هالمكان ما ندري شنو ما في عنوان صور ما يعني ما لها أي معنى تقريباً كلها نفس ما سمعتون قرى المسار قرى شعار قرى ما أدري شنو حتى بعد انتحت في أزرار بضع أزرار ما كان له معنى منيو أكتف أوردر ما أدري شنو يعني هو شوي ممكن نركب كلمة على كلمة ممكن أن نفهم منها كلمتين ولكن كاستخدام كسلاسة في الاستخدام مستحيل إنزين ودائما نبي نطلب نفس ما قلت أنا بطلب شيء مو من اللي طلبته آخر مرة لا اللي قبل الأخير ما قدرت لا من past orders ولا من order again ولا من أي مكان نفس ما شفتوا أنه يعني أعطاني مع كمية هائلة من المعلومات ما أستفيد منها أي شيء و أزرار عديدة مو ملونة ولوبين وصور مو موصوفة فيعني أنا قضيت الحين عدة دقائق أو خلينا نقول يمكن 10 دقائق ما أدري بس إن حاولنا أطلب شيء طلبته قبل طلب قبل الأخير من المفترض إنها تأخذ فقط دقيقة أو دقيقتين من الواجهة الرئيسية أخذت مني أكثر من 10 دقائق ولا قدرت أنجزها للأسف يعني وما قدرت أصلاً أشوف الطلب فهاي 3-4 مشاكل حبيت أن أستعرضها لكم بشكل تطبيقي بشكل خلينا نقول حاولت أن أكون بشكل سريع وأتمنى أن ما ثقلت عليكم يعطيكم ألف عافية لأي سؤال أنا إن شاء الله جاهز وتحياتي لكم جميعا فردا فردا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا فواز يعطيك العافية أنا like your sense of humor ضحكنا كم مرة وأدري شوية الوضع ممكن يكون صعب وصولك للمعلومة تكون صعب وللأسف حتى أنا يعني استأت ما شفت الصعوبة هذه اللي واجهتك إن شاء الله نخلي أسئلة مالك بعدين بسم الله اللي بعده عندنا أستاذ أحمد البحر ورح يبين لنا تطبيق أكسايت وتجربته هو مع التطبيق ساعتي توازن مزيكا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد توفيق البحر، أنا حاليا موظف في وزارة الإعلام قسم الإذاعة وناشط في شؤون ذوي الإعاقة. طبعا اليوم إن شاء الله راح أعرض لكم برنامج أكسايت وبعض المشاكل اللي تواجهنا فيه كأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وإن شاء الله بعض الحلول لهذه المشاكل. ننتقل حتى البرنامج. App to top site button button logo. طبعا أول مشكلة تواجهنا مثل ما قاعدين تسمعون حاليا button button إن الناطق قاعد يقول لي الأزرار اللي أنا موجود عليها حاليا button button، وهذه مشكلة ليش؟ لأن الزر مو محطوط عليه ليبل أو وصف لهذا الزر، حيث إن الليبل هو عبارة عن شنو هو؟ الليبل هو عبارة عن وصف أو ليبل، يعني معناته إن البرنامج المبرمج يقدر يضيفه على الزر أساس الشخص يقدر يعرف شنو هذا الزر أو شنو عنوان هذا الزر. فالليبل أو الوصف هذا يكون بهيئة عنوان هذا الزر على أساس الشخص خاصة الشخص الكبير يقدر يعرف الزر هذا شنو. فعلى سبيل المثال إذا كان هذا الزر بحث سيرش، زين، مو محطوط عليه ليبل سيرش أو اسم سيرش أو وصف سيرش، أنا كشخص ما راح أعرف إن هذا الزر سيرش إلا لما أضغط عليه وأشوف هذا الزر شنو. طبعا هالشيء يعني غلط ليش؟ لأن أول شيء راح ياخذ وقت من المستخدم، ثاني شيء يعني وايد برامج يكون عادي يكون فيها كل الأزرار ما في عليها ليه، فتضطر كشخص إن تحاول تستكشف البرنامج كثر ما تقدر وتحاول تتذكر الليل من هذه الأمور. ننتقل حق شيء الأخرى. Icon search wide dimmed button. قالت لي icon search what. طبعا هذا ليبل موجود على زر البحث او السيرش، بس شنو مشكلته؟ انه طويل حي. يعني كان الافضل انه يكون الاسم بس سيرش، لان هذا هم كذلك راح ياخذ وقت من المستخدم، زين، وخاصة اذا كانت الازرار محطوط عليها ليبلز مطولة بهذا الشكل، فراح ياخذ وقت انه يوصل حق الشيء اللي يبيه على ما يسمع الليبل هذا شنو او الزر هذا شنو. ننتقل حق الشيء اللي وراه. Page 22 of تشوفون يعني كل الازرار اليمين محطوط عليها button button button، او بس زر بروحه مو محطوط عليه. Kenwood garment button 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 Kenwood garment steamer 1000 icon Ken. صرنا حق العروض او المنتجات اللي موجوده على الشاشه الرئيسيه، فلو نسمع هني مع بعض. Group button Apple MacBook Air M1 8 GB RAM 256 GB SSD 13.3 inch gold 349.900 KB Nokia Fastmile 5G gateway router 179.900 KB Microsoft. مثل ما تشوفون هنا العروض أو المنتجات اللي موجودة هنا الناطق قاعد يقراها بس على لاين واحد، فبالتالي أنا كمستخدم ما راح أقدر أنتقل من منتج إلى منتج لأن موجودين كلهم على لاين واحد. فالأفضل إن كل منتج يكون بروحه أساس أنا كمستخدم أقدر أنتقل من منتج لمنتج، أو إن كان عرض مثلا من عرض لعرض، زين، وأقدر بعدين أضيف رسالة التسوق أو أسوي مشاركة أو أضيف حق الوش ليست عندي. طبعا لو المطور يبي يسهل على الناطق
أو على المستخدم أسف، ناحية إنه يقدر أخليه يضيف المنتج هذا للتسوق أو يسوي له مشاركة من هذه الأمور، يا إن المستخدم يقدر يدش على صفحة المنتج ويسوي كل الشغلات اللي بيها هناك من إضافة أو مشاركة أو ما شابه يعني، أو طبعا يقدر من برا من المنتج نفسه في طرق معينة يقدر من خلال هالمبرمج إنه يبرمج الشغلة هذه بحيث إنه من خلال الناطق اللي هو الفويس أوفر يقدر المستخدم يتحكم بهذه الأمور ويضيفها عن طريق شغلات تعرف بالأكشنز، وهذه طبعا نقدر نشرحها بعدين إن شاء الله في وقت ثاني إن شاء الله. هذه كانت بعض المشاكل وبعض الحلول اللي عرضناها لكم في برنامج إكسايت، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. وأنا بس أريد أشكر الدكتورة زين المراد إنها أتاحت لنا الفرصة إن نتكلم عن بعض النصائح اللي تواجهنا في المواقع الإلكترونية أو البرامج الذكية كذوي إعاقة بصرية، ونعرض من بعض الحلول إن شاء الله يتمكن المبرمجين إن شاء الله من إنهم يستفيدون منها ويصلحون أخطائهم في هذه البرامج إن شاء الله أو برامج أخرى. ومن خلال هذه المنصة أنا أتمنى من القطاعين العام والخاص الاهتمام بإمكانية الوصول، الاهتمام الأكثر بإمكانية الوصول، وتكون برامجهم طبعا إن شاء الله ومواقعهم تكون مهيئة بشكل كامل لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة. مشكورين ويعطيكم العافية ومع السلامة. يعطيك العافية أستاذ أحمد، ما قصرت، شكرا جزيلا لك وللفرق كله على الدمو اللي عرضتوهم. طبعا أنا أؤيد كلامك 100%، شريحة ذوي الإعاقة البصرية منسية شوي من مرة أو يمكن أكثر من شوي بعد ما شفنا التطبيقات الموجودة، بحكم عدم الخبرة الناس ما يعرفون وما كان في توعية في المجال، وهذا الهدف الموصل إن شاء الله بدينا خطوة واحدة وإن شاء الله وراها العديد يا رب، لمن أكثر وأكثر يعرفون عنا ونشوف تطبيقات وما كانت توصل الأكثر في المستقبل إن شاء الله. فقبل أن نخلص قلت أكو في بعض المشكلات الشائعة اللي يواجهونها، إذا كنتم من background مالكم شوية بالتكنولوجي ممكن يكون هالأشياء مر عليكم وممكن لا، فما راح أدخل في التفاصيل. ذكروهم الفريق من بعض الأشياء وهم قاعد يسوون testing، مثلا قالوا الheading اللي هو هل جزء رئيسي من الصفحة أو جزء subheading جزء مصغر تحت الرئيسي أو لا، شون يعرفون أهم يقدرون يروحوا من خطوة مكان لمكان بالصفحة باستخدام هذا كأداة للحركة. لما نسوي تطبيقات عادة نحتاج تكون الكيبورد accessible، نتأكد أن الكيبورد accessibility موجود، طبعا اليوزر بالشاشة يستخدم سوايب إذا كان مستخدم الموبايل فون، بس بالكمبيوتر الديسكتوب أو اللابتوب يستخدم التاب كي، فهذا شيء لازم نتأكد فيه. اللينكس إذا موجودة لازم يعرفون المستخدمين شنو هو الهدف من هذا اللينك، نكون حاطين الهدف ذاكرينه لهم عشان يسمعونه، ما يسمعون بس إن اللينك وينطرون ما يعرفون، يجربونه مثلا يطلعهم من الصفحة يوديهم صفحة ثانية وما يعرفون يرجعون. بعض الأشياء بعد هي missing alternative text، إذا كانت صور مثل ما شفنا بتطبيقات اللي بينوها الشباب توه
طبعا صور الاشياء مثلا الجيفتس الكوفي ميكر ما كانت مشروحه. زين شنو شكل الكوفي ميكر؟ هل هو كان اسود؟ هل هو يعني شرح الموصف له شلون اذا كان يبي يشتريها مثلا. في صور اخرى مثلا كان اكل في الديسكريبشنز بعضهم كان موجودين بس ما قدروا يوصلون حق الشرح داخل التطبيق. بعض الأشياء الأخرى هم مثل ما مكتوب text contrast لضعاف النظر اللي يقدرون يشوفون الشاشة مثلا في زوم يدخلون داخل أو يكبرون الشاشة إذا كانت الألوان صعبة للقراءة من خلفية لصورة أو لون الكلام نفسه يسبب مشكلة لهم. إذا كان في لينك مكتوب عليه click here أو more شنو معناته؟ إذا كنا شوية واصفين أكثر يكون أفضل. وبعموما الفورمز إذا كان في فورم داخل الويب سايت مثل contact form أو غيره جدا مهم أن نركز على تطبيقه أن يكون ممكن الوصول. بعضهم يكون عندهم expiration time time out أو expiration يعني ينتهي قبل قدرتهم أن يخلصون. وفي الفورمز نشوف أن مثلاً وايد من الليبلز مو موجودين غيرهم. فهذولا بعض المشكلات. إنزين شنو إحنا نسوي إذا كان عندنا تطبيق أو ويب سايت وغير ممكن وصول أو ليه ما نعرف إذا ممكن وصول أو لا؟ إنزين أول شيء إنه تفكر في التطبيق نفسه. إذا ليه ما صممته فكر في إمكانية الوصول من البداية بالتصميم، فكر فيه بالتطوير، وبهالطريقة أن التكنولوجيا تكون أحسن لما تسويها. طريقة أخرى هي اختبار المستخدم. ممكن واحد يسوي user testing من بدء الفكرة، يقعد مع الناس يسألهم هل product مناسب، هل الفكرة مناسبة، شلون ممكن أستخدمها أو غيرها. النوعية الثانية هي usability testing اللي مثل تقريباً اللي شفتوا اليوم، إن أروح عند أشخاص من فئة ذوي الإعاقة أو غيرهم العامة. يعني كانت الإعاقات بصرية، ذهنية، سمعية، غيرها على حسب التطبيق. وأنا بخليه ممكن الوصول حق منه، وحاول خلي شامل الوصول بتعديل المشاكل اللي يواجهونها. فخلال usability testing ألقى هالمشاكل وحاول نصلحها. طريقة أخرى هي أن يصير في تجربة أو سوري تدقيق أو auditing على أسس ومعايير موجودة internationally. الواحد يقدر يسويها حق الـ accessibility والـ usability ويتأكد أن تطبيقه مناسب وشامل للجميع. أوكي، فراح حبيت أفتح باب الأسئلة للي موجود وعنده سؤال لجمهورنا أو تيسترز عندنا. أي أحد وده يشاركنا please go ahead. من الفريق أي أحد عنده سؤال؟ عندي سؤال. أوكي، يعطيكم العافية وشكراً على المحاضرة. معاكم مريم نصيب من منظمة W3C GCC Chapter. What's the guidelines to follow when designing for accessibility? So the main guidelines of a WCAG, WACG 2.1 حالياً هو الغايدلاين العام للديزاين والديفلوبمنت of accessibility. حياك الله. Anyone else with a question? سؤال آخر. تمام. خلاص يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نشوفكم في الشهر الجاي. حنان عندها سؤال. هل في مجال إلزام مطوري التطبيقات الحكومية إصدار تطبيقات متوافقة مع احتياجات ذوي الهمم؟ حالياً ما في مجال إلزام، مجرد توعية.
عندنا إطار مفروض استخدمنا أنه يصير تحت policy من نوع معين، يعني يكون قرار يصدر من تحت مجلس الأمة، لكن ما وصلنا لها المرحلة إلا الآن. إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل القريب. فلا، ما في طريقة إلزام، هي الفكرة أنه يصير buy-in، مثلاً الواحد يكلم مديرة، مدير الشركة، المديرة اللي فوقه، يوعي في هالمجال المتأثرين من عدم تطبيق مثلاً guidelines أو غيرها، أن الواحد ما يقدر يستخدمها وتبنيها. عندنا مثلاً تركيز على الديزاينرز والديفلوبرز، وما شاء الله مريم موجودة specialist في هالموضوع، تقدر تشارك في أكثر، أن يصير في training لديزاينرز معينين في بعض الطرق اللي يتأكدون أن مثلاً هالbuttons واللابلز يكونون متاحة للجميع على قارئ الشاشة كشيء أساسي، بس من نقطة معينة. والديفلوبرز من ناحية ثانية شلون يبرمج بطريقة صح، وشنو الأفضل آلية البرمجة بطرق صح وغيرها. فإن شاء الله نشوف أكثر من هالجانب خلال الفترة الجاية من تريننج، بعضها رح يكون على المنصة بإذن الله. إن شاء الله جاوب سؤالك حنان، ويعطيك العافية على اهتمامك بالموضوع. تمام. You can unmute إذا عندكم سؤال، ترى أنا يمكن ما ذكرت هالشيء، بس مشكورين جميعاً على المحاضرة المفيدة. العفو حنان، يعطيك العافية. تمام، إذا كذي ممكن ننهي لقاءنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله قريباً في موضوع آخر. و please follow the YouTube channel والميت أب channel، وإن شاء الله نعرض عنا خلال الشهر القادم، وكل عام وأنتم بخير.